أنا اتفضل. السلام عليكم، وعليكم السلام. كيف حالك شيخ وليد؟ الحمد لله. مين معايا؟ خليل معاك. اتفضل يا استاذ خليل. الآن شيخ وليد، أنا أزعم أنك أنت وسائر المسلمين كافة يدفعون الخمس، ما رأيك؟ أنت تزعم، ماشي مفيش مشكلة، وانا هجاوبك جواب ذكي شويه على السؤال الذكي اللي انت جاي ومحضره. هل من فرض علينا هذا الخمس الذي في دماغك الان وفي عقلك الان، هل هي الشريعه الاسلاميه ام غير الشريعه الاسلاميه؟ لا، هي الشريعه الاسلاميه. كيف؟ تفضل. في الايات القرانيه من سوره المائده وسوره الحشر اللي انت طرحتهم وهم موضوع الحلقه. فين في المائدة؟ أنه آية؟ تفضل. أخي، الآيات اللي يعني هي موضوع البحث. أيوة، فين في المائدة؟ أي آية عشان أطلعها عشان نبحث فيها؟ آية الخمس يا أخي، آية الخمس. آية الخمس مش في المائدة. احنا موضوعنا عن الخمس. آية الخمس مش في المائدة. العفو، في الأنفال. نعم. في الآية من سورة الأنفال تنص بالخمس، تنص أن يعني، شوف أنا أسألك بالله، هل هناك مسلم لا يعطي أقاربه وأهله خمس ماله؟ ليه يعني؟ إذا هم كانوا بحاجة إليه يعني. مئات ملايين من الناس لا تعطي. طيب، ولكن انا ارى انه واجب عليهم ان يعطوا. انت يعني مين مثلا؟ معلش، واجب انت مين عشان ترى انه واجب؟ معلش، انت مين؟ واليتامى. انت مين؟ سؤال بقى، انت مين؟ انت دخلت اصلا؟ انا قارئ يعني لكتاب الله. انا قرأت. يا خليل، يا خليل، انت دخلت الزمتنا بشيء، ولما انا فضيت اللي في دماغك ارتبكت ورحت لشيء تاني خالص. لا والله، هذا اللي طيب يعني انت بتقول ان انت مفروض عليكم، فكلمه مفروض عليكم يعني معناها تجيب ايه؟ معناها تجيب حديث؟ مش تقول ان المسلمين المفروض يطلعوا الخمس بتاعهم للفقراء والمساكين؟ انا بسالك، هل من فرض الخمس الشريعه الاسلاميه ام الحكومات مثلا؟ قلت لي الشريعه الاسلاميه. قلت لك فين؟ قلت لي في سوره المائده. قلت لك في سوره المائده. قلت لي سوره الانفال. طب فين في الانفال على جميع المسلمين؟ ما فيش. رحت انت بقى للمسألة العاطفية، رحت للمسألة العاطفية ان احنا المفروض كمسلمين نطلع للمساكين ونطلع للغلابة ونطلع لابن السبيل ونطلع لليتامى. خليل يكبر يا خليل. خليل مش خليل ولا ايه؟ مش شكل. لا، وانا اصلا والله اعلم يعني، انا يعني ايه قطعت له الحبل اللي هو جايبيه، يعني قطعت له الحبل اللي هو جايبيه او الفكره اللي هو جايبيها. هو الفكره اللي جاي بيها اصلا ان الحكومات فرض علينا الخمس، يعني فرض علينا ضرائب. فانا لما قلت له هل الشرع هو اللي فرضها ولا غير الشرع؟ فكده انا قطعت عنه ايه؟ قطعت له الحبل اللي هو جايبيه. فهو مش عارف بقى يرد عليه، وقال لك الشرع، لانه لو قال الحكومات هقول له احنا مالنا بالحكومات ولا احنا مالنا بالدول؟ احنا لينا دعوه بالشرع. فلما قال الشرع فهو مش عارف يجيبها بقى من الشرع منين؟ هو مش عارف يجيبها من الشرع منين؟ ان الشرع فرض على كل المسلمين الخمس، فمش عارف يجيبها منين؟ يلا ربنا يهديه. طب ماشي، كمل يا خليل لما اتصل تاني ان شاء الله، كمل يا خليل. اي نعم، بارك الله فيك شيخ وليد. الان في عندك الايه من سوره الانفال التي تنص بالخمس، يعني نحن علينا ان ندفع الخمس من كل ما غنمنا، صح؟ لا، ده بفهمك انت. لا صح. طيب، هذا ظاهر معنى الايه. هقول لك انا افهمك بالراحه. لو انت عايز تفهم بالراحه نفهم بالراحه. هنفترض دلوقتي ان كل اي شيء انا اخدته اصبح غنيمه، حتى الراتب بتاعي اصبح غنيمه، تمام؟ يبقى انا بدفع كده مرتين، مره زكاه ومره خمس. يعني اديك مثال،
انا الان زي على كلامك انت وفهمك انت ان انا اغتنمت مثلا $1000 في الشهر ده، تمام؟ فانا المفروض ان الشهر ده هدفع منها $200 ايا كان بقى لمين، يعني ايا كان لمين، يبقى ال1000 ديت انا طلعت منها $200، تمام؟ طيب الشهر اللي بعديه كسبت برضه $1000 فطلعت منها $200، والشهر اللي بعده والشهر اللي بعده والشهر اللي بعده والشهر اللي بعده، في اخر مثلا 6 شهور ولا حاجه لقيت نفسي ان السته دول ال$6000 دول اللي انا طلعت منهم من كل واحده 200 اصبحوا كل واحده 800، المهم كونوا مبلغ عندي فبلغوا النصاب. هم مش 6 شهور يعني، بعد سنه بلغوا النصاب، فانا كده هطلع منهم نعم الزكاه، هطلع منهم الزكاه. يبقى انا طلعت منهم الخمس وهطلع منهم الزكاه. فما الفرق بين الخمس والزكاه؟ اهو ده اللي انا عايز اعرفه. الزكاه بتدفعها كل سنه. طب ما هي إيه، انا الزكاه بدفعها من بتدفعها الفلوس. كل سنه على راس مالك. طب انا يعني انت بدفعها من عندك الفلوس برضه. اموال. ما انا بدفعها من الفلوس، ما هي هي الفلوس، الفلوس ما اتغيرتش. طيب نعم، انت الزكاه كل سنه مش مره واحده بتدفعها، اما الخمس مره واحده على الدخل. لا مش مرة واحدة يا باشا، أنا بدفعها طول السنة مش مرة واحدة. نعم، لا، كل ما يدخل عليك مثلا، انت لما بيجيك الراتب تاخذ الخمس منه، دي مرة واحدة. لا مش مرة واحدة حضرتك، أنا دلوقتي هي مش مرة واحدة، ده 12 مرة، أنت أخدتهم مني 12 مرة. اي كل شهر. كل طب ما شهر، هي ايوه، هي، كل ما أنت يدخل بص عليك بقى، فلوس. أخدت مني 200 في 12 يعملوا كام؟ 1600. 2400. 2400 صح؟ 2400. يبقى على اخر السنه دفعت صح. 2400 ولسه هطلع كمان اجمالي المبلغ ده كله. 2.5 2.5%، 2.5%، لا ده انت زكاة. خدت مني 20%. 20% 20%. 100 خمس و2.5% زكاة. طب ازاي بقى، شلون حضرتك؟ شلون ربنا يجمع عليا حكمين، حكم الخمس وحكم ما أنت الايه؟ شوف، يعني ايه الفايده؟ ما ايه أنت المناسبه؟ يمكن ما عندكش دخل، يمكن أنت ما عندك دخل، عندك ازاي ما 100 عندي ألف في دخل البنك. واخد مني 20%؟ أنت عندك 100 ألف في البنك وما عندك أي دخل، ما فيش 100 ألف بتدخل كل شهر، ما فيش حاجة فأنت اسمها كل كده، سنة بتدفع ما فيش حاجة اسمها كده. 2.5% على ال 100 ألف. ده بالعكس. أو طب انا مثلا اسمعني أنت بس، اسمعني، طب ما انا ممكن انا اكسب 1000 جنيه النهارده، $1000 النهارده مثلا، وبكره ما اكسبهمش، ولكن طلعت انا $200 منها، يبقى ازاي؟ كيف يبقى يعني ازاي؟ انا ما فهمتش؟ هفهمك، انا دلوقتي النهارده كنت شغال وكسبت ايوه 1000 دولار، بكره قعدت ايوه من الشغل، لكن انا لما كسبت ال1000 دولار طلعت منها 200، طلعت منها 200 دولار اللي كان ممكن احتاجهم في الايام تظن. اللي انا قاعدها. فشوف بقى سبحان الله. لا، ما هي ما لا بس ال خليني 200 اكمل اللي انت فكرتي. طلعتهم دول مش ليك، دول لا انا لله طلعتهم ايا وللرسول. كان لمين، ايا كان لمين، المهم ان انا طلعتهم، تمام؟ يعني انا كسبت 1000 دولار النهارده، طلعت منهم $200 ايا كان لمين، خلاص نعم. تمام. طب انا بكره اترفدت من الشغل، انا كان معايا 1000 ايوه بقوا دلوقتي 800. شوف بقى نعم. الفرق ما بين الشريعه الاسلاميه في حاجتين، ان الشريعه الاسلاميه اوجبت عليك الزكاه لما يبلغ نصاب معين. ليه؟ لان الشريعه الاسلاميه راعت ان انت النهارده ممكن ما تكونش شغال، بكره تبقى شغال، بعده ما تبقاش أخ شغال. وليد. اسمعني بس لو سمحت اكمل الفكره. يبقى راعت ايه؟ نعم. راعت ان انت ممكن ما تبقاش شغال او شغال او الكلام ده كله، فراعت المساله ديت، فحطت لك حد معين اللي هو ايه، ان فلوسك تبلغ مقدار معين في سنه، فلو بلغت المقدار المعين ده تطلع 2.5 في الزكاه، لو ما بلغتش تفضل يبقى فلوسك انت معاك كده وتصرف منها حيث ما شئت. شوف لا بقى بس حلاوة انت ما الشريعة انت الإسلامية. بتدفع. لكن الخمس بقى لحظة اللي اخ أنت وليد. بتفرضه على الناس، إن كل 1000 تطلع منهم 200، لو كسبت 100 تطلع منهم برضه 20. يعني لو كسبت 100 جنيه تطلع منهم نعم 20. ضروري ضروري اخ وليد. دول ال 20، دول ال 20، اسمعني، دول ال 20 لما رب العالمين يقول لك لله وللرسول، يعني هو الرسول، ازاي انت هتطلع على الرسول؟ فهي لما يقول لك لله والرسول معناها التخصيص اللي جاء في الآية، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل،
إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا. فيعني ماشي انت اوضعك سيء، بتتكلم في نقطه ثانيه. انت بتتكلم اسمعني بس، انت بتتكلم في نقطه ثانيه. طب ما انا عندي الصدقه، انا بتكلم في نفس يا الآية. استاذ انت بتتكلم في نقطه ثانيه، انت بتتكلم هي طالعه لمين وطالعه للمسلمين وهنفيد بيها المسلمين. انا بتكلم في نقطه بعيده خالص، انا بتكلم على فرضيه الامر. يبقى انت الله عز وجل فرض عليا امرين، فرض علي امر الخمس وفرض علي امر بتاع دوت امر الزكاه، يبقى عليا فرضين. طب ما كان خلناهم واحد بس، ليه اثنين؟ ليه اخر السنه؟ ايه الحكمه في اخر السنه؟ ما انا بشرح، انا بدفعهم اهو. اسمعني بس الله يبارك في عمرك. طب ما انا بدفعهم اول باول. يعني انا اول باول اقول لحضرتك حاجه، يعني اسمعني بس، اسمعني انا بدفع 2%. بس الله يبارك في عمرك، لان انت خلطت ما بين المسالتين. انت دلوقتي فاتح شركه، فاتح شركه وجالك دلوقتي عميل الضرايب اللي هو بياخد الضرايب، تمام؟ كل يوم بيحاسبك، بيشوفك كسبت قد ايه، بيشوفك كسبت قد ايه وبيحاسبك. كسبت النهارده 1000 دولار حاسبك على 200 دولار، كسبت بكره 2000 دولار حاسبك على 400 دولار. كل يوم بيجي يحاسبك، اخر النهار كل يوم بيجي يحاسبك، تمام؟ انت اللي هتيجي في اخر العام لو جه حاسبك هتقول انت بتحاسبني ليه اخر العام، ما انت بتحاسبني كل يوم. لا ما دي ضريبه ودي ضريبه اخي الفاضل. يا باشا ازاي بقى دي ضريبه؟ اصل انا بدفعها كل يوم، يعني انا هدفعها كل يوم وفي اخر السنه اروح جاي دافعها على الاجمالي كله، يبقى انا دفعتها مرتين. طب اسمعني بس، لانه هذه مبلغ وهذه مبلغ، وهذه تنطبق على فئه من الناس وهذه تنطبق على فئه من الناس. لا ما تنطبق، لا يا باشا، لا مش دي ما تنطبق على فئه من الناس ودي ما تنطبق على فئه من الناس. اسمعني، هي نفس هنا، معلش يعني نفس المصارف هنا، هي نفس المصارف هنا، بس احنا بنشيل منها النبي صلى الله عليه وسلم والقرابه بتاعته، لكن هي نفس المصارف. كيف النبي والقرابه بتاعته؟ لا دي القرابه بتاعتنا مش بتاع القرابه بتاعت النبي. لا هو انا انت هتمسك لي على اللفظ، ما هي قرابه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماشي، بس انت لما بتطلع خمس انت ما بتديهوش لقرابه النبي، انت بتدي لقرابتك انت، لأمك لأبوك لأختك لعمتك لخالتك. يا باشا هناك من العلماء قالوا خاصة بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض بعض الآخر قال القرابة، لكن احنا مش هندخل في الخلافات ديت. ما تدخلنيش في حواري، ما تدخلنيش في زنقة، احنا بنتكلم بصفة عامة. انت الآن بص يا استاذ، انت الآن بتدفع الضريبة ديت كل يوم، كل يوم بتدفع الضريبة، وجيت في آخر السنة بتدفع ضريبة تانية على برضو الفلوس اللي انت بتدفع عليها كل يوم. شلون يعني ازاي؟ نعم دي حاجة ودي حاجة. يعني انت تقول احنا لسه هنطلع زكاة الفطر، ما احنا بندفع زكاة المال يا باشا، على كيفك يا رب العالمين. دي خاصة، اسمعني بس، دي خاصة بحاجة، دي خاصة زكاة الفطر، دي خاصة برمضان، دي طهره للمسلم. طيب مش فليها سبب؟ اي نعم، لكن أخي. هنا ايه السبب؟ هو انت بس اقنعني، ايه السبب هنا اخي؟ ايه السبب؟ ما هو رب العالمين يخبر، رب العالمين يخبر لما يخبر عن في القرى، لكي لا تكون دوله للاغنياء بين الاغنياء. هذا لا نريده، ما نريد دوله للاغنياء، نحن ما نريد عشيره تتحكم في كل خلق يا الله. مش دولة يعني دولة. أنا أسألك بالله يا باشا، أنا أسألك، أنت قرأت الآية غلط أصلا وفسرتها غلط، مش دولة بالله. دولة أنا ما قرأتش آية. أنت بتقول أنا دولة بين الأغنياء، يعني ما لهمش دولة اسمها إيه؟ دولة مش دولة. اسمع لا إله إلا الله، دولة إيه يا عم؟ أنا دولة أسألك إيه سؤال عم. أستحلفك بالله يا وليد إسماعيل، أستحلفك بالله، لو أن حكام المسلمين أخرجوا خمس الغنيمة المفروض على الثروات الذي الموجودة في الوطن الإسلامي، فهل يبقى فقير على وجه الأرض؟ يا باشا دي قصة تانية، أنا معاك، أنا في دي معاك وبأيدك. لا ما هو لا، ما هي دي القصة كلها. أنت بتتكلم دلوقتي بس اسمعني يا أستاذ، أنت انتقلت من قصة لقصة تانية، أنت انتقلت من موضوع لموضوع آخر. شوف أخي شكرا، انت عايز تفرض رايك، انت مش جاي بتناقش، انت جاي تفرض رايك. والمشكله ان انت بتقرا القران غلط وبتفسره غلط. دوله ايه يا باشا؟ اسمها دوله، يعني اي لا تكونوا دوله، يعني فقراء بين الاغنياء، مش دوله للاغنياء. تفسير غلط، منطق غلط، عقليه غلط، كلها ضربه ببعضها ويجي يفكر انه صح.
بيقول لي استحلفك بالله الخمس ده لو كان بيطلع للفقراء اللي هو من كنوز والاراضي والنفط والكلام ده كله، كان هيبقى فيه فقير؟ لا والله ما كان هيبقى فيه فقير يا عم، لا استغفر الله العظيم، لا كان هيبقى فيه فقير، لان لازم يبقى فيه فقير وفيه غني عشان الدنيا تمشي. لو كلنا اغنياء ما فيش حد هيشتغل عند حد ولا حد هيعمل حاجه، لكن احنا بنتكلم يعني كده.